إذا سألوكن رئيسكن مين؟ بتقولولن رئيسنا بشير الجميل. كنا على وشك يصير فينا مثل ما صار بالشعب الفلسطيني، معه خيمه على ظهره وقاعد عم بيبرم بهالعالم لحدا يقبل يستقبله، وما كان في سخفة بهالعالم إلا اللبنانيين ليستقبلوا هيك شعب. يمكن كان لازم نكون مثل باقي العرب، نعطيهم مصاري ونزيد عليهم بالإذاعات وبالإعلام وبالأخبار، وقد ما منقدر نقرطهم مثل ما عم يعملوا فيهم بالعالم العربي. عم نتدرب لنتعلم إنه واحد وواحد بيعملوا اثنين، لأنه لحد اليوم بلبنان واحد وواحد كانوا يعملوا 11. Un plus un, ça peut-tu faire un? بعد النكسة العربية واقتحام المسجد الأقصى، تاني بيتم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين. نظام ناصر بيترنح وبيقدم للشعب كباش الفدا اللي بعضهم كان فعلا له دور في النكسة. وفي هذه المراحل بالذات السينما كالعادة بتبقى أفيون الشعوب، فاكرين النكبة وما بعدها؟ ولكن من حسن الحظ ان الأفيون المرة دي برضو كان جميل. انت نسيت انك حفيت ورايا اسبوع بحال عشان تاخد مني معاد على البلاش؟ وبتتأثر السينما المصرية في الوقت ده بأفلام هوليوود، حيث العصابات والمافيا. ايه الدوشة دي يا موسوليني؟ علي كابوني وافل أبو عزيزة والله يا سي كابوني. والأبطال الخارقين هدى، الفرصة لسه في ايدك، لازم تكفري عن غلطتك وتساعدي بلدك. وبالتالي برضو بتتأثر بيها السينما اللبنانية. ليه مش عايز تعترف انك معجب بيا؟ المواطن العربي كان حزين ومكتئب، فحاولت الأنظمة السياسية بالسينما تضحك عليه وتقول له ريح شوية، انت تقدر، انت جامد، انت بطل خارق. ناحية تانية بتبدأ المقاومة الفلسطينية في الأردن وفي لبنان، وبيبدأ استوديو بعلبك اللبناني ينتج ما يعرف بأفلام الثورة اللي كان أبطالها الفدائيين اللي عرفوا إن حقهم مش هيجي غير بالسلاح وغير بإيديهم. هذه المرة أنا متأكد إني بطل خارق، أكيد اللي ناقصني لبس مميز وزخرفات تعني للجميع المزيد. ما زلت لابس نظارتي القديمة، ما زل صداع فرتك لي نص وشي، ما قدرت اسيب اليوم الشغل وامشي ولا سب الضغط والناس السليمة. ما زلت لابس نظارتي القديمة، ما زل صداع فرتك لي نص وشي، ما قدرت اسيب اليوم الشغل وامشي ولا سب الضغط والناس السليمة. وبدأت حرب الاستنزاف، أعمال بطولية قام بيها الجيش المصري عشان يرجع الكرامة، ومعركة كرامة أخرى كانت شغالة بين العدو والجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين اللي قدروا مع بعض يحققوا انتصارات كبيرة على العدو الصهيوني. وبدأت المخيمات الفلسطينية تتحول لقواعد حربية لمواجهة العدو، وبدأ يبقى في أمل إن العرب ممكن يستردوا كرامتهم. يا فدائي جمع شمل الحبايب، الحبايب دمك عربي فلسطيني، ضربك ضربي فلسطيني، وسط المخاطر هناك مكاني والنصر عمره مكان أماني. ولكن العدو كان ذكي، وما كان بيرد ما بيردش على المخيمات، كان بيرد على المواقع الاستراتيجية بتاعت البلاد اللي فيها المخيمات زي لبنان والأردن، عشان يخلي المواطن اللبناني مثلا يقول انا كمواطن لبناني ذنبي ايه ان مطاري يتدمر، ويرد عليه مواطن لبناني تاني ويقول له عادي، القضية الفلسطينية قضية قومية ولازم نساندهم وندفع معاهم الثمن. ما انتوا مسلمين زي بعض، انا لبناني مسيحي وعايز اربي ولادي في امان، اخرس انا مسيحي زيك
ومع القضية الفلسطينية ومستعد أموت عشانها. مش غريب إنه صيتكم وسخ. عقولة اليهود الفلسطيني ما بضيع فرصة تضيع فرصة. كل العالم تعرفكم، أنتم مسيحية لبنان، تحبوا تناضلوا وتدافعوا عن وطنكم وأنتم قاعدين في شاليهاتكم الفخمة على شط البحر. شو كنت بدك تثبت؟ ها؟ إنكم ضحية؟ ضحية طيزي. ودي كانت شرارة الحرب الأهلية اللبنانية. والجيش اللبناني بيدك المخيمات الفلسطينية وبينتفض اليسار اللبناني بقيادة كمال جنبلاط، وبيحارب اللبنانيين جنب الفلسطينيين الجيش اللبناني لحد ما بيتدخل الكبير عشان يعمل اتفاق القاهرة اللي بيوقف الحرب، ولكنه بيدي الحق للفلسطينيين انهم يحتفظوا بسلاحهم ويستردوا أرضهم، ومن هنا بتنهار السيادة اللبنانية. جمال كان ديكتاتور كبت الحريات وخلق فشاية عسكرية، ولكن من السذاجة والجهل اعتباره رمز للفشل بنفس المعايير اللي بتحكم بيها على ناس تانية انهم ابطال. ما ينفعش ثقافتك تبقى مبنية على ان فيلم يوديك ومسلسل يجيبك. ما ينفعش تحكم على شخص بدون السياق الزمني اللي كان فيه. وعموما مش مهم جمال، اكرهه، انتقده، ادعي عليه، اسخر منه، ولكن ارجوك ما ترددش الجملة السخيفة انه دخلنا حروب ما تخصناش. لان لو في حاجة واحدة بس عايز اوصلها لك بسلسلة الحلقات دي، فهتكون ان مفيش حاجة اسمها ما تخصناش. مفيش دولة عظمى بتقول ماليش دعوة. اصغر تغيير بيحصل في ابعد مكان عنك انت معرض جدا انك تتأثر بيه. اما لو مش شايف ان مصر بحضارتها وتاريخها ده كله تقدر تكون دولة عظمى، فدي تبقى مشكلتك انت. مع اكتشاف البترول ولما كارير اخترع المكيف، مجرى التاريخ اختلف. ولما كان مهندس غلطوا في ورديتهم ومفاعل نووي انفجر والاتحاد السوفيتي تفكك، مجرى التاريخ اختلف. ولما واحد خد طيارة وخبط بيها في مبنى، مجرى التاريخ اختلف. وفي كل مرة انت كنت بتتأثر. وزي ما الفن مرآة الشعوب، مصر كانت مرآة العرب. ما ينفعش تناقش فترة فنية بمعزل عن الظروف السياسية والاجتماعية، فبالتالي ما ينفعش تناقش شأن عربي سواء فن أو سياسة أو اقتصاد بمعزل عن دور مصر فيه. كان لينا وزن. مصر كانت طول عمرها القائد والملهم. الإجابة دايما كانت مصر. نحن اشترينا الميدان كله بما فيه الجسر والمطافي والبريد والبسطي وميدان لبر وكادن لبر ولبر، وتصور خدنا فوق البيعة ايه؟ أبو صبع. ده هو إبراهيم باشا ابن محمد علي اللي فتح الشام، بطل واحدة من محاولات المصريين القديمة لاسترجاع دولتهم العظمى من ايد الاتراك. جايز انك متعرفش اصلا ان من فجر التاريخ لما مصر بتكون دولة عظمى بتلاقيها مربوطة بالشام. ومرت سنين واحنا بلد واحد، واي فترة ذهبية في تاريخ مصر بالضرورة هتلاقيها مربوطة بالشام، واي فترة مش ولا بد في تاريخ مصر بالضرورة هتلاقي الشام مش ولا بد. فلازم نحدد دور مصر، لازم نقطع اوصالها جغرافيا وثقافيا وسياسيا. عرفت بقى سر اختيار الموقع ده؟ فرق تسد. اصحى الساعة 6 المساء، اصحى ركز وصلني على 7، تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، وخدني بعيدا عمان بعيد برا، وسوق فيا شوي شوي عاليمين، والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق آخرته لحن حزين، والسيجارة نستني. وبعد موت جمال بيزيد التوتر في الأردن، والنظام الهاشمي بيقرر يتخلص من الفدائيين الفلسطينيين ويتقي شر الدخول في حرب هو مش قدها مع الكيان الصهيوني، ويحافظ على سيادة الأردن وما يغلطش غلطة لبنان. فالجيش الأردني بكل عتاده بيقتحم المخيمات وبيلغي الوجود الفلسطيني فيها، فما كانش قدام الفلسطينيين غير انهم يروحوا على لبنان. والكل بيتجمع في لبنان اللي اليسار فيها كان لسه قوي، ومنظمة التحرير الفلسطينية استقرت هناك، واصبح جنوب لبنان هو مركز المقاومة الفلسطينية. مفيش حاجة تجي كده، اهدى حبيبي كده وارجع زي زمان، اخصمك اسيبك لا، بالعين ولا الايدين بدلنا بالسلام.
من أول يوم شفنا اسمها على الشاشة عرفنا أنها مش طبيعية، وبعد ما قلبت مفهوم الفيديو كليب وخلته أحد أهم عوامل نجاح المطرب، اتجهت نادين لبكي للسينما وقدرت تقدم لنا سينما لبنانية عربية جميلة قدرت توصل بها لأكبر المحافل الفنية في العالم. Here are the nominees for best foreign language film. From Lebanon, Capernaum, directed by Nadine Labaki. وقبلها بسنة سبقها زياد دويري بفيلم قضية 23 أو The Insult. Here are the nominees for best foreign language film. From Lebanon, The Insult, directed by Ziad Dueri. وقبلهم كان العظيم مارون بغدادي اللي فتح الباب وسخر حياته كلها لتوعية العالم بالقضية الفلسطينية والقضية اللبنانية. بس هي لازم تقرطها بيع على السريع. لا فكرك راح بيع عم بلبنان على الليرة، ساحب فيها أوروبا دغري، قرطها بيع بالدولار وخلص. السينما اللبنانية سينما حرة بلا قيود، عكس تماما السينما المصرية اللي من نشأتها الرقابة والأنظمة السياسية وأدتها. تشويق يا علا؟ ها؟ لا سعادة البيه. أمال أنت إيه؟ أنا بتاع نسوان يا بيه. عادي جدا في فيلم لبناني تطلع رئيس الدولة في فيلم وتهزقه. أنا رئيس جمهورية. أنت موظف دولة فخمت الرئيس، بتدفع ضرائب كرمال حضرتك تحميلنا حقوقنا. عادي جدا تسمع أقذر الألفاظ اللي بتسمعها في الشارع جوه الفيلم. ولقوم بتحرك جبلنا خبز ولحمة، ولقي ساعتها ما بدك تاكل، أنا بدي آكل، قوم رد على أمك. سينما واقعية بدون أي تجميل، الجمال اللي فيها طبيعي، لأن أصلا كل ما هو لبناني جميل. ولكن الحرية دي مش بفضل حرية الرأي اللي بيكفلها النظام الحاكم، ولكن بفضل واحد من أسوأ الأحداث اللي مرت في التاريخ العربي والإنساني، الحرب الأهلية اللبنانية. Did you see the picture there? Our camps, Lebanese villages, who had been smashed completely, some of it, some of these villages had been smashed with Phantom, with Skyhawk, with Mirage, civilian war, yes? Because it is your baby who did it. الحرب الأهلية هي اللي أجبرت السينما اللبنانية أنها تبعد عن السينما التجارية. ما هو مين في الظروف المنيلة دي هيخش سينما؟ على عكس السينما المصرية اللي مع وصول السادات للحكم وتطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي أصبحت السينما التجارية موضة زي الأكل التيكاوي والمطاعم الأمريكية. تعال يا حبيبي تعال. ولكن المشكلة أن جمهور السينما المصري تغير، لأن أساساً المجتمع المصري تغير وزيه زي اللبناني ساب المصري أرضه بسبب السياسات دي وبدأ يروح لدول الخليج عشان لقمة العيش، فبالتالي برضو المال الخليجي دخل في السينما، مما للأسف أدى لانهيار الذوق العام المصري بشكل مريع. وده مش عشان دول الخليج ما فيهاش فن وذوق، بالعكس، ولكن فن وذوق مجتمع معين مش لازم بالضرورة ينطبقوا على مجتمع تاني. احنا عايزين عمال يشتغلوا في المعمار. معمار؟ هو عليا يعني؟ الأجور كويسة، 1200 درهم يعني أكتر من 500 جنيه. أنا معاهم واحد. ما تجرب نصيبك يا استاذ عطيه، يمكن ربنا يسهل. اسكت عزوز اسكت. انا اشتغل الفاعل اشيل طوب، والله لو ادوني 1000 جنيه مش 500. القيود الدينيه والاخلاقيه والسياسيه في السينما المصريه زادت، ومع ان المفروض ده يطلع لنا سينما نظيفه ومحترمه، ولكن الحقيقه انه بيخلق لنا سينما بلا معنى وقيمه، كل هدفها هو تلبيه مطالب الجماهير. مش سينما بتزيد من وعي الجماهير، سينما أمريكية يمينية جماهيرية زبالة لا تمس وجدان ومشاعر وعقل المتلقي، ولكن بتمس شهواته ورغباته المكبوتة، وكله عشان الفلوس. ما احنا هنغتني عمارات ايه وعزب ايه، مش هنبقى ملاحقين على زباين. زباين ايه اللي هنفتح لهم؟ هنسيب البنت تفتح لوحدها ولا ايه؟ لازم الأسرة كلها تروح تفتح مع البنت. حضرتك تاخد ترابيزة وتفتح، ماما تاخد ترابيزة وتفتح، انا واخواتي هناخد ترابيزة ونفتح، عمتي لما تيجي من البلد نقلعها الملس ونديها ترابيزة وتفتح. احنا مش في عصر انفتاح ولا ايه؟ ولا انت ضد الانفتاح يا ما عدا فلتات بتحصل كده كل كام سنه، ويا اما الجمهور ما بيفهمهاش، يا اما بيكفر الصناع، يا اما بيتهموهم انهم بيسيئوا سمعه مصر، وشويه من الجمهور القليلين اللي بيفهموا بعد الشر يعني غالبا محبوسين في اوضهم. طبعا الحكايه دي على فكره بتحصل في 20 سنه، يعني ما فيش واحد في ال 20 سنه صلى ركعه واحده بس توحد الله. يا ساتر يا رب. ولا واحد يصوم في ال 20 شهر الفضيل. اعوذ بالله من ولا أدان أدان يدا طول ال 20 سنه. اللهم احفظنا زي ما يكون البلد دي كلها كفره. اللهم احفظنا.
على عكس أختها اللبنانية اللي اتجهت للجمهور الأوروبي والمهرجانات السينمائية وفكرة الإنتاج المشترك اللي بيكون هو الحل الوحيد في ظل غياب الإنتاج المحلي، فبالتالي بتقدر تشوف مستوى صناعة سينما عالي جدا ومعالجات حرة جدا. سينما قدرت تحجز لنفسها مكان في أعظم المحافل السينمائية والفنية، ولكن هل ده بقى جميل وما فيهوش مشاكل؟ أبعالي البنزين سيسونوسا أبو علي البنزين برسك أبو علي البنزين الكنترول توت الستاسيون دي سونس أبيروت ها؟ نيابا دي سونس أبو علي البنزين بكو بكو دي سونس أبو علي البنزين أمتنا نيابا أبو علي البنزين أدما ها؟ نيابا دي بنزين بلوريبا أبو علي البنزين أخو شرموط أبو علي البنزين. برضو القصة لبنانية والممثلين لبنانيين ولكن الأيدي العاملة أوروبية. حبيبي بيحكي بالقش نبي وبيعدق بالعذابي بابوشي شوبوشي. ولو تفتكر الحلقة اللي فاتت دي برضو كانت مشكلة السينما اللبنانية أيام سيطرة المصريين عليها، وبكده تفضل السينما اللبنانية زي لبنان، مش قلنا السينما مرآة الشعوب، سينما بلا هوية محددة وما تعرفش هي عربية ولا أوروبية. وبالتالي برضو السينما اللبنانية بتواجه مشكلة كبيرة، وهي ان مصيرها في ايد المنتج الاوروبي اللي عايز مأساة، عايز دراما، عايز دم، عايز حرب. وبكده بتتحبس السينما اللبنانية في طور سينما الحرب، زي ما لبنان نفسها برضو لسه محبوسة في طور الحرب ومقسمة بين شيوخ احزاب بهويات مختلفة وهم اللي تسببوا في الحرب في السبعينيات. والغريب انهم بعد كل الجرائم دي لسه بيتحكموا في مصير لبنان. حرب خلصت سنة 90 بس بعد موجودة بعول الناس. شو السبب برأيك؟ ما صار في مصارحة وطنية حقيقية. أنا قدمت اعتذار علني عن كل أخطائنا بالحرب. الحرب خلصت. لو بشير جميل بعد عايش كان قالنا زيت الشي. إذا سألوكن رئيسكن مين؟ بتقولولن رئيسنا بشير جميل. وهذه صور إذن مباشرة من العاصمة اللبنانية. هو يطلق توجه من منطقة الشياح وسيطلق البلاد تنزلق نحو فوضى عارمة. انقطع الوقود، أفران الخبز أمام الصيدليات. لا تخطئ الحساب، عدوا عاقلين. والبلد قاعد انتظار الطابور وصل على المطار. عدوا عاقلين وتأدبوا كمان. صلنا 50 سنة من حرب، حربنا صمم ننسى. احنا واقفين ومن جوا هيك مشوهين مدملين ميتين منتهيين. والبلد قاعد انتظار الطابور وصل. نحن الشعب المقهور المعذب اللي ما عنده كهرباء، ما عنده بنزين، ما عنده شيء. واحد من اهم واعظم الافلام السينمائيه اللي ناقشت هذا الاختلال الزمكاني اللبناني انجاز التعبير هو فيلم المخرج العبقري ديني فيلينوف انسوندي اللي بنصاحب فيه أم وبنتها في رحلتهم في نفس الأماكن ولكن في أزمنة مختلفة. ولكن فيلينوف بمنتهى المأساوية والقسوة بيقدر يورينا إزاي الماضي الأليم لسه معشش في حاضر لبنان. أكبر مأساة ممكن تحصل للمجتمع هي الحرب الأهلية، لكن الأسوأ من الحرب هو المصالحة الغير حقيقية. الحرب خلصت لكن الطائفية لسه ما خلصتش، فبالتالي الحرب لسه ما خلصتش. وشكل ملخبط بالزمن، كني عارف اني هون وكلهم نسيوا ان اليوم. كني عارف المكان وشكل ملخبط بالزمن، كني عارف اني هون وكلهم نسيوا ان اليوم. لو عايز تعرف اللي حصل في الحرب الأهلية اللبنانية ما انصحكش تعرف، أما لو مصر فهاخدك معايا الحفلة، بس دي مش أي حفلة،
وافتكر اني قلت لك بلاش. أحد المظاهرات الداعمة لحقوق الصيادين في مدينة صيدا بيتم اغتيال مؤسس التنظيم الناصري في لبنان معروف سعد. اليسار والفلسطينيين بيتهموا الميليشيات المسيحية. الشيخ بيير لجميل زعيم الميليشيات المسيحية بيفتتح كنيسة في منطقة عين الرمانة، بيتم إطلاق النار عليه لكنه ما بيموتش. المسيحيين الموارنة بينتقموا لمحاولة اغتيال زعيمهم وبينصبوا كمين الأوتوبيس فيها عائلات مسلمة معدي بالصدفة من عين الرمانة. 27 جثة كانت البداية الحرب أنهت وجود 120 ألف شخص، 67 ألف مفقود، ومليون نازح عربي ولبناني حول العالم. والمرة دي مفيش ناصر، مفيش مصر، أصل دي حروب ما تخصناش. يا ريت شارون ما هياكل عن بكرة أبيكم. وبتشتعل الحرب وبيبدأ يظهر مصطلح القتل على الهوية. بدون كلام، خانة الدين في بطاقتك هي اللي بتحدد مصيرك. مسيحية! مسيحية! وبتنقسم بيروت لجزء شرقي تحت ايد قوى اليمين، ميليشيا المسيحيين الموارنة وانصار الدولة اللبنانية اللي بيقدروا يستولوا على المينا اللي كانت فيها الاكل والسلاح وجميع موارد البلد، وجزء غربي تحت ايد اليسار والشيعيين والمسلمين والفلسطينيين انصار القومية العربية اللي قدروا يستولوا على جميع بنوك بيروت الشرقية. ولسوء الحظ ان ده بيحصل في عز الحرب الباردة بين الامريكان والسوفييت، فدعمت امريكا اليمين ودعم السوفييت اليسار، واصبحت لبنان هي ساحة حرب الدول العظمى ومواطنيها هم الجنود والضحايا، وسكينة في ظهر لبنان مستنية الفرصة دي، بل ويمكن خلقتها عشان تتغلغل في مصارين لبنان. لكن أعدائي أنا كفيل بهم. النظام السوري بيسبق العدو وبيستغل الفرصة بحجة تهدئة الأوضاع، وبيحارب مع اليمين ضد اليسار والفلسطينيين اللي كانوا قربوا يحسموا الحرب لصالحهم. بيرتكبوا مجزرة تل الزعتر، 55 ألف قذيفة سورية لبنانية يمينية أمريكية إسرائيلية بتعمل إبادة جماعية ل 3000 فلسطيني، اللي كانت رد على ارتكاب المسلمين واليسار والفلسطينيين لمجزرة الدامور اللي اتقتل فيها 680 مسيحي من بينهم أطفال ونساء وعزل، وتشرد الآلاف اللي دفعوا فاتورة قيام الميليشيات المسيحية المارونية بمجزرة الكارنتينا اللي اتقتل فيها 1000 لبناني وفلسطيني من المسلمين واليسار. اليمين بيفهموا اللعبة الأسدية وبيحاربوا سوريا وبدعم من الصهاينة اللي بيدخلوا بنفسهم لبنان عشان يقضوا على المخيمات الفلسطينية. صبرا وشتيلة اللي كان الراجل ده منفذها واللي كان الراجل ده بيراقب أحداثها من فوق. فرنسا، إيطاليا، أمريكا، إسرائيل، الاتحاد السوفيتي، إيران، دول الخليج، تجار مخدرات وتجار سلاح، كل حلفاء الموت بيجتمعوا في بيروت. تجربتين سينمائيتين، واحدة مشكلتها وجود الاختلاف، واحدة مشكلتها الخوف من الاختلاف. هل هيجي يوم نشوف فيه سينما لبنانية بهذه الحرفية بدون حرب؟ سينما ما فيهاش ايديولوجيات وطوائف، سينما عارفة ان اختلافنا رحمة وقوة مش قتل وجوع وتشرد. وهل في يوم هنقدر نشوف سينما مصرية بتقبل اصلا الاختلاف؟ سينما بتقبل الرأي والرأي الآخر، سينما بنقدر من خلالها نسمع كذا صوت، سينما واعية وقائدة عظمى. ومين الغلطان، الفنان ولا الجمهور؟ هما ولا احنا؟ وهو احنا مين فيهم؟ مين الضحية؟ في شيء لازم نقول، شيء حقيقي وأساسي، ما حدا بحق له يحتكر المعاناة حضرة القضاة. هو مين اللي بدأ؟ واحنا اللي عملنا كده في بعض ولا كانت مؤامرة علينا؟ واحنا ازاي استجابنا ليها؟ هو ازاي مسلمين بيحاربوا جنب الشيوعيين؟ وازاي بعد فترة نفس الحلفاء من المسيحيين الموارنة بدأوا يحاربوا بعض؟ وازاي بعدها المسلمين بدأوا يحاربوا بعض؟ هدوء! لما اليهودي يعملها بتكون جريمة، بس لما عربي يقتل عربي معلش بسيطة بتمرق. طالما امورنا الوسخة بتضل بيناتنا مش الحال، صح؟ هو الموضوع دين؟
ولا سياسة ومصالح؟ هو الموضوع مسلم ومسيحي ولا يميني ويساري؟ انت نصيري ها؟ قفشتك ولا اخوانجي ولا دولجي؟ انت كافر ولا خاين؟ ايه اجندتك؟ انا الضحية الوحيدة، انا الصح الوحيد، انا المظلوم الوحيد. طيب والارمن والاكراد والغجر والمثليين والفنانين وبيعين الخضرة، في حدا بعد ما انحرم من حقوقه الاساسية؟ وانت دلوقتي بقى يميني ولا يساري؟ انا لا يميني ولا يساري، انا ابن بلد واعيش واموت ابن بلد. اوعى تفتكر انك انت لما هتتعلم زياده هتبقى اسعد، كل ما هتتعلم وتفهم زياده كل ما هتتعزم وتتالم زياده. بعدين اعلمك على ايه؟ عشان خاطر تبقى محرم زيي؟ لا يا سيدي، خليك حمار، خليك جاموسه في وسط البهائم. والهزيمه يا حلو لو لمبدأ انتصار، والعيوني ياها شايفة اني في المطلق حمار، فازهديني ازهديني غرطتك في الكون يقيني، واليقين حالة هزار.